تولد مع كل أنثى غريزة الأمومة مع حلم ترجو من الله أن يحققه لها. ربما لم تنجح كل سيدات العالم في تحقيق هذا الحلم في سن مبكرة، لكن إرادة الله كانت فوق كل شيء لهذه النماذج من السيدات اللواتي رزقن بأطفال بعد سن 50. رزقت منذ 4 سنوات أما هندية بطفل في سن 70 عاما بعد أن فقدت الأمل في العلاج من العقم. أما في أستراليا فرزق زوجين ب3 توائم وكانت الأم قد تجاوزت 50. كما رزقت أم في نيوجيرسي بتوأم وهي في سن 60 من عمرها. قصص الأمومة لن تنتهي، وما عسانا إلا أن نتمنى لكل أم صحة تبقيها بعطائها اللامتناهي.